السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، وزيارة جديدة بإذن الله. طبعاً يا أخوان، إحنا اليوم في محافظة العقبة، يعني توجهنا من عمان لمحافظة العقبة. يعني محافظة العقبة تقريباً تبعد عن عمان 350 كيلو تقريباً. وصلنا لمحافظة العقبة، وهون ننزلكم سطح مرتب لأخونا سلطان الكساسبي أبو يزن. نفرجيكم إياه ونفرجيكم يا أخوان عدة أمور بالعقبة، كيف إنهم بكشوا، بالنحيث الأجواء بتختلف، درجة الحرارة بتختلف، طبيعة المباني حتى بتختلف، حتى الحمام بجوز بتختلف. بس قبل ما نبلش بأي إشي، بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ياريت إخوان لايك بسيط زيك هيك للفيديو، وإذا مش مشترك بالقناة زل اشتراك تحت، بس اكبس اشترك تكون معانا واحد من الأسرة يعني، ونحطك على راسنا بهالقناة. خليكم معانا، تابعوا المقطع، نفرجيكم شوي أمور ويعني كيف بيطيروا بالعقبة، كيف بيكشوا، كيف بيربوا. أنا نفسي بدي أتعلم معاكم منهم. خليكم معانا وتابعوا المقطع. أخوي سلطان الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب ويسعد صباحك. الله يسعد. طب إحنا إخوان الدنيا الصبح، الله يصبح الجميع بالخير وصبحك بالخير أخوي سلطان أبو يزن. الله يبارك فيك. طبعا احنا مشكورين انك استضفتنا، يعني توجهنا من عمان عندك للعقبه، وكنت وجهه مضياف ما شاء الله عليك. الله يعزك ويبارك. الله يسعدك اخوي سلطان. يعني انا اشوف ما شاء الله الجو بالعقبه للامانه بدايه اليوم الجو جميل، مش زي باقي الايام. بس انا اللي بعرفه انه العقبه درجات الحراره عندها مرتفعه، يعني بتصل ايام انتم عندكم قديش درجات الحراره هون؟ 45 40 47، يعني هذا الطبيعي اللي بيكون بالصيف. بالصيف 47 يعني 47. طب الحمام بتتحمل معاكو تقريبا؟ تتحمل تتحمل تعويد يعني الموضوع ولا كيف؟ هي زي ما احنا تأقلمنا الحمام تأقلمت ابدا. بس اذا نحكي، اذا جبت طير من منطقه من عمان او كذا، بتحسه بتأقلم بسرعه ولا بده وقت؟ لا بده وقت. بده وقت يعني بكون بتعب قبل طيورك او بعض احيان بنجيب طير حمام من عمان او المناطق البارده الابرد من العقبه. تمام. وبتشوف وانت طاير وما شاء الله عليه بيجي عندنا في العقبان، بعض احيان بنصاد عند جاري، اقرب جاري لي، بعض احيان بيفسد في جنبي. بيستحمل ايش؟ ما بيستحمل درجه الحراره. بيستحمل درجه الحراره؟ لا لا. بعدين شوف، انا يعني شايف لك المناطق، نحكي لو بدي اصور مناطق يعني شوف، انتوا العقبه عندكم تقريبا فاتحه يعني تطلع، يعني انا عمد نظري اذا الطيور بتمشي زي هيك، يعني هون منطقه الجبال تمام. اذا رحنا على الشمال هيك بلاقي البحر. صحيح. يعني هي هيك مثلا، هي البحر قدامي والسفن، وهيك المناطق السكنية كاملة. يعني أنا اللي بشوفه أحلى إشي بالعقبة إنه فيش فيها مباني عالية، يعني الطير وين ما يمشي، مع إنه السطح عندك مش عالي. يعني لا السطح مش عالي، السطح عندك مش عالي، بس الحلو بالمباني كلها بالعقبة إنها مش عالية، فوين ما يروح الطير أنت كاشفه. يعني طيرك بتعرف وين راح أبداً. يا طلع مناطقنا بالعقبة طيرك وين ما بيمشي بتشوف من وين مشى وين راح، هو بيفسد الطير أو الطير ماخذ له مجر وماشي. يعني تطلع انت كيف على البحر، على المناطق السكنيه، على الجبال، يعني وين ما يروح الطير بتكون كاشفه. طلع هون في كمان بتوصل معاك لجوا الحمام ولا كيف؟ يعني وين ما في مساكن، وين ما في بناء، وين ما في حمام طير، الحمام بتروح بتخلط. يعني تطلع كيف، يعني لو في وقت جيت وقت شتويه كان شفت الحمام القوية قبل من بركه 6. انتوا بتبركوا قبل بتبركوا قبل عمان؟ يعني قبل، يعني الحمام بتزت ريش ابدر من مناطق كل باده. قبل بكثير كمان ولا كيف؟ قبل بكثير، يعني بتحكي الحمام بتبلش ترمي عنا من 15/5. بدايه ترمية الريش من 15/5 20/5 الحمام بتبلش ترمي ريش. يعني احنا هسه تقريبا نص شهر 6 ولسه في ناس بعمان مش مبركه، لسه بتطي الحمام. انتم من نص 5، يعني قبل بشهر تقريبا. احنا قبل بشهر شهر وشوي بتبرك الحمام خلص. طب هات نشوف شو الحمام اللي مبرك عندك. في طبعا مطلع فراخ، بس انت انا منتج فراخ. انتاجي من برا ما بجيب. بتجيبش الفراخ اللي بتكرشها بتجردها كلها من انتاجك؟ فراخ سطحي اهاليها موجوده. والحمام اللي مبرك هاي المبركه. طب هات نشوف المبركه بعدين نشوف ايش الفراخ. ما شاء الله كلها عساكر، هاي بيش تستحمل الشوب؟ هاي ما شاء الله، هاي بتخدم عندي ساعتين ونص ثلاثة وهي طايرة. مشكلات فيها ألوان وفيها عساكر. بس كلها مبركة، هاي مبركة من شهر تقريبا. هاي مبركة لها 15 يوم. 15 يوم.
كلها انت بتقصها؟ اه بقص اطراف ريش مش قص كامل. عشان اخلص من موضوع الفندقة بس، عشان الطير يقدر يحمل حاله ويطلع مسوار. ايوه تمام ما شاء الله. هو ايش في عندنا كمان؟ يعني الحمام الجديدة اللي بنوعيها عشان نقدر نطلعها ثقل او نقدر ندزها مع الراس الاول على الشتوية ان شاء الله. ما شاء الله. هاي يعني بتستخدمها كتقل؟ هاي بس هاي جديدة، هاي مش مبركها لسه. هاي كلها جديدة، هاي ملهاش اسبوعين بتطير عندي هاي. جديدة يعني؟ اسبوعين 10 ايام منها زيك بتطير. ما شاء الله ما شاء الله. هون ايش في جنب هون؟ هاي انتاج الفراخ اللي طالع عندي. هون الفراخ؟ هاي الفراخ. بسم الله. هاي الفراخ اكبرها بواقي الخمسة واصغرها بواقي التسعة. هاي الفراخ كلها انتاجك؟ هاي انتاج. هاي بتطلعها صبح ولا مغارب؟ لا هاي الصبح بتطلع. هاي صبح يعني نفس الوقت هذا؟ اه. بس انت اجمالا هاي لسه مش جاردها كويس، تاركها على راحتها، كيفت منك انا؟ هاي متركها على راحتها عشان شوفت عينها درجة الحرارة عندنا. الحرارة عالية ما بتقدر ما بتقدر عليها. تضغط على الفرخ عشان ما تخسر الفرخ اللي قدام. يعني الفرخ اذا ضغطت عليه وهو صغير بهالاجواء هاي بتلاقيه خلص يعني امراض بفرط ما بيستحمل. يا بيستحمل وبيمشي معك يا بيروح ضحية صيد. خلص ابدا. ما بتحمل الشيء. اجواء هون شوية يعني قاسية. من ناحية شوب يعني درجة حرارة جدا مرتفعة. بتوصل ايام بتوصل 48 47 فبتلاقي الطير ما بيقدر يتحمل فترة طويلة على المطار. يعني فترة طويلة على المطار ما بيقدر يتحول. هسا يعني شوي بدك تطلع لنا اياهم هدول؟ هذا بدي اطلع. خلينا هسا نشوف. اخونا ابو يزن يفتح لنا على الفراخ. ايوه ما شاء الله. حتى كيف طلعتهم؟ حتى تطلع شوي ضيق عليهم. يعني شوف مع انه الدنيا صبح بس برضه الجو حامي يعني. هيك لموا كلهم مع بعض. هي تعرف بقول لك ابو يزن هذا الحلو فيكم انه عندكم المنطقه جد كلها كاشفه يعني. طير عندك وين ما يروح عينك انت عينك عليه. فيش يعني بتضيعوش. هو بتضيع الا فليخة الحمام بس. بس بس اذا هذا كش هذا كش. المنطقه فيها كشيشه عندكم كمان؟ فيها كثير. فيها عدد؟ فيها عدد. انا والله شفت يعني تقريبا زي كل سطحين الثالث فيه كشيش عندكم. بين كل سطح وسطح كشيش. يعني المنطقه هاي العقبه هيك بشكل عام ولا المنطقه هاي تقريبا اكثر شيء؟ والله بدك تحكي العقبه بشكل عام. بشكل عام بدك تحكي العقبه بشكل عام. طلع ما شاء الله. بس انا مش شايفهم اصلا على التصوير بالشمس، انا شايفهم بالطبيعه. ايوه يعني هذا ممشاه وما بنحسبه ممشى. فيش ابدا لسه. هذا تمشي الحمام زي هيك وبتفوت على منطقه ثانيه يعني من الرمال للمحدود. ايوه. وهذا لسه مش حاسبينه ممشى. انا اللي فهمته منك انه الفراخ هاي لسه مش شاد عليها. لا مش شاد الجو. لسه بعدها صغيره يعني ما بين بوادي السبعه للتسعه. ولا في كله لا في من التسعه للسبعه صغار لسه. كلها صغيره. وطالع في عندك كمان فوج. وفي فوج ثاني بس مش فاضي اجرده. مش فاضي قلة فضوى وطبيعة دوامي. يعني اذا بفكر اجرد فرخ يا رب جمعة سبت بس. بس. فترة عطلتي بس. طبعا تفرجينا الفوج الفراخ الثاني. تعال. ما شاء الله. حاطهم هون كلهم. هاي اغلبها الوان بس. هاي كلها الوان. ما شاء الله. يعني الفوج هذا كامل مش يعني فوج كامل والله لسه فوج كامل يعني لسه لك ما بين ال 15 ولا جارد ولا شيء ولا شيء ما بين ال 15 لل 20 فرق خضر. ما شاء الله يعني عندك هون بلنديات كشاكشه مراقيع ما شاء الله عباسي زرق يعني مشكلات صنابله كشامره
ولسه هذول مش مطلعهم لسه، وفي اشي تحتها اليوم مش فاضي اطلعهم كمان. والله لسه فيها ما شاء الله، يوم في كمان فرخين يا عمي. والله الحمام بدها فضاوي، ما لهم الحكي، بس هدول جميلات الله يبارك لك فيهم. الله يبارك. يعني شوف هذيك الفراخ اللي طايرة. وين اللي طايرة صارت؟ هاي صارت فاتت لجوا. هات تشوفون. هي هي فاتت لجوا. هي جاي باتجاهنا. ما شاء الله. الله يبارك لك ما شاء الله. اسمع بعدين، عدا عن الحمام حتى المنظر يعني عندكم هون للأمانة جميل، يعني طلع البحر هون على يمينك، جبال، مناطق السكنية عندكم كيف شكلها مصفطة يعني إشي. الله يبارك. انت بتتركها راحتها الصبح؟ الفراخ راحتها ما بتشدش عليها. يعني بتشد على الفرخ بتفقده هان في المنطقه خلاص ابدا. ما شاء الله الله يبارك. الفرخ اذا ما صار على راحته على السريع بينضرب، يعني انت اللي بتخسر طيرك، بتكون غلطه واحد صاحب الطير غلطته، بتكون مش غلطه الطير نفسه بتكون. يعني بتشد عليه زي الولد الصغير. بدك الدادي. هو فرخ بدك الدادي، يعني تشتغل معه شوي شوي بالعقل زي ما بيحكوها. طلع ما شاء الله يا اخوان، يعني بعد ما حطت الحمام كلها، يعني هاي كلها فراخ. طلع الله يبارك. ايوه كلهم حطوا. هذول اخوي ابو يزن يعني فوج ولا فوجين انت مطلعهم؟ لا هذول فوجين. فوجين هذول ما شاء الله. فوجين. حاط بجوز اكمل حبه كبار معهم بس عشان يحفظوهم طريق بس. بس ما شاء الله. يعني انت هون مشكل حتى في نعمات عندك. نعمة وخشنة. يعني ايش في نعمات هون؟ في عندك العنابي هون، النابي، النور الباكستاني، البواز. طبعا انت تطلع من الجو بس حمي شوي، يعني مع انه احنا الدنيا الصبح، يعني حمي شوي. طلع كيف الحمام؟ فيش قاعد طلع الحردون قاعد ريح ما قدرش. ريح. ما شاء الله. طلع الساعة قد ايه؟ اي يعني الساعة شو مبينة 8:41 دقيقة، لسه الصبح يعني. فيش والجو عن جد انا بلشت اعرق. يعني جد الاجواء عندكم صعبة للأمانة. الله يعيننا احنا والحمام عليها. والله يعني لسه وبرضه الصيف انت ما خش عندك، يعني بشهر 8 شهر 7 شو بيصير الوضع؟ يعني هذا بجوز فيش، يعني اذا تطلع على الفجر بس اول ما تبلش الشمس تطلع الحمام خلص تلين جنح الفرخ وتنزل بس. بس يا دوبك. وعلى المغرب. والمغارب ما شاء الله كلها قاعده. طلع ما شاء الله. يعني انت حاطط هون اغلبها عساكر. يعني هاي نحكي نوعا ما اللي بتخدم بالمطار هون. بالمطار. ما شاء الله الله يبارك. الواحد ايش بده؟ بده شيء يخدمه لقدام. يعني يتعب عليه وهو فرخ عشان يستفيد منه ليخلف. لما يخلف، لما يدز وما يخاف عليه. ما شاء الله. طبعا هي كانت هيك حلقه سريعه بزياره سريعه، لانه اصلا احنا الوقت اصلا مش مساعد، فيش هسه موعد، فيش شيء، يعني دوبك فراخ. بس احنا اخذنا فكره عامه عن الاجواء بالعقبه، كيف المطار، كيف الكش، كيف الوضع، الاجواء بشكل عام من حم الممشى تاع الحمام. يعني كل شيء المناطق عندكم كاشفه ما شاء الله، يعني شيء جد روعه. يعني يعطيك العافيه اخوي ابو يزن، والله ما قصرت. الله يعافيك. وانا استمتعت بالقعده والله. الله يسعدك. استمتعت للامانه بالقعده على السطح، يعني قعده جميله وحلوه واجواء. يعني انا بالنسبه لي تغيير، انا اشوف وانا على السطح اشوف البحر واشوف الجبال واشوف المناطق السكنيه والحمام، هذا شيء جديد عندي. انا دائما فيش على السطح، اذا بشوف المي بشوفها بس بالمشارب، بشوفهاش على شكل بحر. عندك سطح ومباني بس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هيك يا اخوان بكون حلقتنا شويه سريعه، بنشوفكم على خير. تنسناش بدعم المقطع لايك تعليق، اذا مش حاط لايك اعطيكم الف عافيه. سلام عليكم.